يعني يخرجوا عندنا في النهار واحد 20 واحد، الوافدين الجدد 80 واحد. هاد الجريمه ماشي ما غنقول ما دايرهاش، هاد الجريمه انا دايرها ملي تورطت مع هذاك الشخص راني دايرها. نقول لها ما عمر غادي نساك. يعني باش تكون مدوز السجن، دوز اي واحد تياخذ منك موقف انك ماشي انسان، ماشي انسان كوريكت. المتنفس الوحيد للنزلاء هو رؤيه افراد عائلاتهم. من بعد الحوار مع ولي امن الدار البيضاء وكذلك من بعد الجوله اللي قمنا بها مع رجال الشرطه في شوارع العاصمه الاقتصاديه، فريق القصومه فيها وكيف ما وعدناكم انتقل للسجن المحلي عين سبع اللي معروف بسجن عكاشه. اللي اتضح لنا من خلال هذه الزياره هو انه فعلا كاين بعض انواع الجرائم اللي عرفوا ارتفاع في السنوات الاخيره. خدينا كذلك شهادات حيه من عند بعض النزلاء، كاين فيهم اللي كيقولوا على انه نادم على ارتكاب الجريمه وكاين اللي كيقول بلي انه بريء. نخليكم مع هذه الحلقه من داخل اسوار سجن عكاشه. خلف اسوار سجن عكاشه النزلاء اللي التقينا بهم رووا لنا قصص مؤثره ومختلفه حول الجريمه. نبداو مع هذا الشاب اللي تم الاعتقال ديالو بتهمه الزواج. معامله تجاريه مع واحد الشخص لقيت معاه في كراج علاه كنبيع ليه احذيه، من تما اكتشفت بانه ولد المنطقه عندنا، بقيت كناخذ معاه قهيوه كذا، كنبقاو في التليفون مباشري. من بعد ما اقترح عليا قال لي راه غنجي نسكن معاك واحد المده ندبر شي دار اخرى، انا راه بعيد وكذا. جدو عرضت عليه استضفته كضيف، من تما دازت مده ديال جوج سيمانات انا بقيت ساكن في الدار، هو صافي مشى في حاله. فراس على بالي حتى شي حاجه. تير واحد النهار مع الصباح يوم واحد الاثنين جاو دخلوا عليا رجال الفرقه الوطنيه، كتعرف هذا السيد كنعرفو، قال لي واش عرفت هذا السيد اش كيدير؟ راه عنده 74 برقيه تبع انت اللي جايبو مدخلو المحل وداكشي. قلت له ما هو البيت فاش كينعس؟ لان انا الاصل ديالي النيه ديالي حلوا البيت ديالو هما، لقاو فيه جوج سيكان فيهم اختام بنكيه صفائح السيارات لي كارت غريز والفيرميات وبطاقة تعريف وطنية مزيف، كل شيء مزيف. ولي كارنيه شيك 28 كارنيه شيك. هاد الجريمة ماشي ما غنقول ما دايرهاش، هاد الجريمة أنا دايرها ملي تورطت مع هذاك الشخص راني دايرها. خرجت عيط لي واحد السيد من حتى هو عنده سوابق، جاو البوليس شدونا بجوج، قال لي أنك كنتي معاه وينو حكمنا بسنه الواحد بحكم الصوابق اللي عندي انا، بحال كان كل شيء ثابت في حقي. جاكم اللي كانوا قبل السرقه ديال السيارات، ما داخل السرقه ديال داخل سياره. المده السجنيه الاولى 6 شهور، الثانيه سنه، الثالثه دوزت 5 سنين، والرابعه دوزت 3 سنين. دونك صافي انا بحال عرفت راسي انني تندير شي حاجه اللي ما خصنيش نديرها، ما تترضي لا للمجتمع لا الله سبحانه وتعالى. حاولت ان في هذه الخرجه ديال 3 سنين انني باش نتوب. هذا اصطدمت بالواقع ديال كورونا، حاولت نقلب على خدمه ما لقيتش، لقيت راسي بوحدي، لقيت راسي في الشارع. دونك اضطريت اني باش نعاود نقلب على نفس الصحاب نفس هذا، ما
هذا هما السبب ديالهم انني لقيت راسي في الحبس. في الجريمه من بعد كورونا لهنا تقريبا ما كاينش تغيير في نوع الجريمه، ولكن كاين بعض الجرائم اللي ارتفع العدد ديالها، بحال مثلا الناس اللي تتعتقلوا على الشيك بدون رصيد. هادو من بعد كورونا لهنا كنوقع داك وقع لهم تراكمات ربما في العمل ديالهم، لان كانت وقفات الخدمه بسبب كورونا. الور داك التوقف اثر لهم على العمل، سواء الشركه سواء المقاوله سواء ديال، وبالتالي الديون باش يسدد الديون ديالو مابقاش لاقى باش يسدد الديون. الور كيتابع يعني من الناحيه القضائيه كيتخذ في حقه واحد التدبير اللي هو الاعتقال. زائد السرقه، مجموعه من النزلاء فاش كتسولوا علاش كتمشي للسرقه، ولا كتلقى اول مره مشى للسرقه وكتقلب في الملف ديالو كتلقى بانه كان خدام نادل في مقهى ولا كان خدام في شركه، تيقول كان من كورونا لهنا حبسونا ما رجعوناش للخدمه، ما رجعناش الور باش يقدر انه يعيش او يوصل لبعض الامور ديالو كيتجهوا للسرقه. هذا ماشي مبرر انهم يتجهوا للسرقه، ولكن ربما ظروف اخرى كتدخل انهم يتوجهوا لهذا الفعل اللي هو كيتعتبر فعل اجرامي في النهايه. انا كنت في القيصريه كنت كنبيع ونشري، جيت طلعت الحافله 38، كنت انا واحد الاصدقاء ديالي جا سلم عليا اللي هو صديق ديالي، سلمت عليه في الحافله، هبطت مشيت بحالتي للدار. من بعد تجاو شدوني قالوا لي انت معتقل من طرف فلان بفلان، مخلي لك فلان طرف مخلي لك فلان. علاش فلان؟ قال لك السرقه وحمل سلاح داخل حافله النقل ديال الطويسات. شو مدين تليفون واحد السيده. السرقه والتزوير هما اذا جرائم اللي عرفت ارتفاع في السنوات الاخيره. شنو هي الفئات العمريه اللي كترتكب هذا النوع من الجرائم، وكيفاش هذا الواقع كينعكس على تدبير السجن المحلي عين سبع؟ الفئات العمريه غالبا كنلقاو بالنسبه للشيكات كنلقاو الناس اللي هما كتراوح من 40 سنه الفوق، يعني الناس اللي كيتلقى مسير شركه ولا عنده مالك ديال شي شركه ولا شي مقاوله ولا هادو تقريبا من 40 سنه الفوق كاين هاد الناس هادو. بالنسبه للسرقات من 20 سنه 30 سنه حتى تقريبا حدود ديال 48 45 عام تقريبا. يعني النساء نقولوا ما كانش شي تغيير كبير، ما كانش حاجه بسيطه، وانما الذكور كان تغيير، كان تغيير انه كنا من قبل كنا كنستقبلوا في المؤسسه ما بين 50 40 حتى 50 60 كاع الى وافد جديد. يعني من الكورونا هنا ولينا كنوصلوا 60 65 70 حتى 80 وافد جديد. هذه في اليوم، يعني يخرجوا عندنا في النهار واحد 20 واحد، الوافد الجدد 80 واحد. يعني الا جينا نديروا المعادله كنلقاو بان الوافد الجدد اكثر يعني بواحد النسبه كبيره من اللي كيخرجوا افراج. المندوبيه العامه لاداره السجون والادماج باش تحاول انها تعالج او يعني تتعامل مع هذه الظاهره، فكنفعلوا مسطره ديال الترحيلات الاداريه، يعني كنحاولوا ما امكن اللي تحكم نهائي أنا نرحلوا لشي مؤسسه اللي ما فيهاش يعني اكتضاض بحال السجن المحلي 7/1. ظاهرة الاكتضاض ما كيناش فقط في السجن المحلي عين سبع. بتاريخ 7 أغشت 2023 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صدرت بلاغ كتقول فيه بأن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية بلغ 100,400، علما أن الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 64,600 سرير. السؤال اللي كيطرح نفسه الان، كيفاش هاد النزلاء كيقضيو اليوم ديالهم، او بالاحرى شنو هي الانشطه اللي كتقدمها اليوم هاد المؤسسه السجنيه للمواكبه ديالهم وتاهيلهم لاعاده الادماج في المجتمع؟ كاين ما عندناش برنامج واحد، لا كاين برامج كثيره. كنبداو من التكوين المهني، التكوين الحرفي، كنمشيو لتشغيل السجناء في الاوراش داخل المؤسسه. كاين ايضا التعليم مختلف المستويات ديالهم من الابتدائي حتى التعليم الجامعي. كاين برامج محو الاميه بالنسبه للسجناء اللي ما عمرهم قراو. كاين برامج ديال الوعظ والارشاد الديني بالنسبه يعني هذا الوعظ والارشاد الديني كيشمل جميع فئات السجناء اللي بغى يستافد وعبر على الرغبه ديالو كيستافد منه. الحافظ، تجويد القران، هذا الشيء كامل كيدخل في الوعظ والارشاد الديني. كاين برامج
يعني اللي عندنا كتربط المندوبيه العامه لاداره السجون مع شركاء اخرين بالاضافه الى الانشطه اليوميه اللي كدير داخل المؤسسه السجنيه اللي هي الانشطه الرياضيه، الانشطه الثقافيه الترفيهيه، المسرح، الموسيقى اللي كيستافدوا منها جميع السجناء داخل المؤسسه. بالفعل الانشطه اللي كتقدمها المؤسسه السجنيه هي جد مهمه للنزلاء. اللي لمسناه في هذا الموضوع هو انه بالاضافه للانشطه النزلاء كيحتاجوا بالاخص للدعم الاسري. النزلاء في السجن خصنا نعرفوا انهم في مكان اللي صعيب اللي فاقدين فيه الحريه، اصلا جهازهم العصبي في حاله سيئه، في حاله من الاكتئاب والخوف والهلع. اذا هذه ظروف نفسية صعيبة جدا، وكيتزاد عليها عامل آخر اللي كيتشكاو منه النزلاء هو عدم أو قلة زيارة عائلاتهم. المتنفس الوحيد للنزلاء هو رؤية أفراد عائلاتهم، ولا سيما الناس اللي عندهم عقوبات طويلة المدى. حاولنا نتعمقوا اكثر في هذه النقطه وسولنا البعض من النزلاء واش عائلاتهم كيزوروهم، وكان هذا هو الرد ديالهم. العائله بالنسبه للعائله انهم ما مد ليا حتى شي واحد يد المساعده، لانني خذوا مني موقف لان كثرت بزاف اربعه الشدات، ما بقى حتى واحد تيثق فيا. نهار طرا هادشي من تمونا الدار ديال المرض، انا عندي الوالد ديالي مرض بسبب هادشي، نهار شدي هو مريض، الوالده هي مريضه، و كيجيو عندي وكي وانا الحمد لله رغم اللي لقيتهم في الجيم ديالي، نهار شديت هما اللي كاين واقفين معايا هما اللي في الجيم ديالي، وانا كنقول لهم اسمحوا لي بزاف على شي كامل اللي وقع. عنده وليداتي كبار، لان اصغرهم سنا عنده تقريبا 23 سنه واكبرهم عنده 29 سنه، كلهم تيزوروني بطبيعه الحال، لان هما اللي كيمدوني بواحد السند اللي هو سند اش غادي نقول لك ما عمرني تصورته في حياتي. من هذا المنبر انا كنقول ان هذيك السيده اللي عندي انايا قدمت لي واحد الدعم اللي انا ما كنتش كنتظره في حياتي ككل. نقول لها ما عمري غادي ننساك، احبك. نصيحه للشباب انهم ما ياخذوش نفس المسار اللي خديته انا، لان اللي لقى شي فرصه او عمل او هذا يحاول يستمر فيه ويحاول يدير فيه، لان الطريقه هذه ان في الاخير تلقى راسك ضيعتي حياتك، ضيعتي حياتك، تتخسر الناس اللي عزازين عليك، تتخسر الاقارب كاملين. هنا حتى شي واحد بالنسبه اللي يعني باش تكون مدوز السجن، دوز اي واحد تياخذ منك موقف انك ماشي انسان، ماشي انسان كوريكت. خصنا نعيشوا ونتقبلوا هذا الواقع، لاننا احنا جزء من هذا الواقع اللي كنعيشوا فيه. هذه الرساله اللي كنقدمها لهاد الناس هادو، وتنقول لهم ان الخير راه كاين، ودائما كنرسموا الابتسامه على الوجوه ديالنا، واقول بصريح العباره نحو عالم اجمل. بزيارتنا سجن عكاشه غادي نكونوا اليوم ختمنا قصتنا مع الامن والجريمه، مع العلم ان هذا الموضوع ما كيتسالاش. نضرب لكم موعد في الحلقات المقبله من القصه وما فيها، مع قصص جديده كتهمنا كنا كمواطنين مغاربه.